كيف أصل إلى الرضا من داخلي وليس برضا اللسان؟ عايزة تدريب. لما جه واحد قال لسيدنا يا رسول الله ادعو الله لي وشوف شوف الزكاوة بتاعته أن أكون رفيقا لك في الجنة، عايز يخلص الحدوتة كلها ويدخل معاه كده الجنة. فسيدنا أرشده قال له إيه؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني ما خليها لهوش سهلة كده، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى إذن أنت عايز ترضى صلي كتير. وقال لنا أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. طيب مطعمك، رأبه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. والناس قاعدة تتخن ما تعرفش بيتخنوا منين، لكن قاعدين يتخن، كله بيرمي البدل القديمة والجلاليب القديمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب